صراحه ما كانش صعوبات يعني من ما بين لي بروجي اللي كنا ايد وحده وكنا عائله فما كانش صعوبات بالعكس كان اجواء جميله بزاف. يقدر في التمثيل في التمثيل ما عرفتش لانه كان وصل احساس يقدر بلوس كو الادوار كاملين اللي قمت بها ويقدر ركزت بلوس على التمثيل لان كما كتعرفي اي بروجي كتدخلي ليه 3 شهور 4 شهور 6 شهور ديال التورناج فصافي كتولي التمثيل في الدم ديالك. كانت اجواء جميله بزاف كنا بحال عائله واكيد انا يعني من لي فان والناس اللي عاشقين لدريس ومجي ويسار وابتسام سكات فتي جمالي كاملين كنا كوم اون فامي. ماشي بحال يعني ديسك حياتي كان مسلسل رمضان هذا عاوتاني ديسك حياتي حنا كنا كنمشيو عند الناس لديورهم ولكن 30 مليون الناس غيجيو يشوفونا فإلا ما عجبهمش ما غيبقاوش يرجعوا يشوفونا فحاجه يعني متغيرين بزاف. لا شوف ما كاينش كنحب نخدم مع شباب بالعكس هادي غير رزق وجاني يعني انا خدمت مع سامية قريون وراس قلي هند سعديدي سجال اجيب خدمت في مصر مع خالد صالح الله يرحمه وخدمت مع امير كرارة غدا يعني هادوك ناس عاوتاني وصلوا لواحد المستوى حنا كنتعلموا منهم حنا شباب كنحاولوا نجيو ناخذوا المشعل ديالهم وكنحاولوا نكملوا في الطريق اللي ولنعطيو ولو الربع ديال داكشي اللي عطا. علاش لا اكيد لانه حنا جايين بواحد الروح شويه حاره يعني بغينا نبينوا نفسنا وبغينا نعطيو الناس صوره جميله على هذا البروجي. اكتشفت انني عندي قدر واحد الجانب كوميدي اللي غتكتشفوه ان شاء الله ملي غتشوفوه دابا. ميرسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب.